نعود للخبر الوطني. الوجهة مدينة الحسيمة، بها تم إحياء الذكرى 51 لرحيل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي. من بين مظاهر هذا الاحتفال ندوة فكرية لاستحضار تاريخ المقاومة في الريف وامتدادها إلى منطقة جبالة. روبورتاج فؤاد العزوزي وعبد العالي مكاوي. مرت 51 سنة على رحيله، لكن بمجرد إلقاء نظرة ولو عابرة على صوره تحلق بك شخصية المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى أعالي البذل والعطاء ومعاني التضحية من أجل الحرية ومقاومة الاستعمار. الكلمة في حقه لا تفي ولو على لسان حفيده الذي حضر إلى الحسيمة لاستحضار الذكرى. وهي ذكرى طبعا غالية على قلوب، يعني على قلوب المغاربة كلهم وعندنا بصفة خاصة، لأن هو جدي واللي أنا يعني عايش في الظل ديالو وديال الكفاح اللي دار هو ودار الناس اللي كانوا معاه. وهو احتفال يعني تجديد الاحتفال دي دابا ولات تقليد سنوي تيشرف وتيفرح بزاف. أكاديميون وباحثون في التاريخ المعاصر قاموا باسترجاع لشريط المقاومة الريفية والفكر القيادي لمولاي محند، وقاموا بالبحث في حقبة تاريخية تكاد تكون منسية، وهي فترة زحف المقاومين لتحرير شفشاون وتطوان من ربقة الاستعمار. تمكن المقاومون بقيادة الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي من تحقيق مجموعة من الانتصارات، أهمها معارك تحرير مدينة شفشاون التي تجاوزت، هذه المعارك تجاوزت في قيمة انتصاراتها السياسية والعسكرية معركة أنوال المشهورة. وبعد تحرير مدينة شفشاون تمكن محمد بن عبد الكريم الخطابي من محاصرة مدينة تطوان التي كانت تعتبر عاصمة الحماية الإسبانية. تكون فرصة للحاضرين على أنهم يستمعوا للمعطيات حول المنطقة ديال الجبالة والإسهامات ديال رجالات منطقة الجبالة، وكذلك العلاقة ديال السي محمد بن عبد الكريم الخطابي مع الأعيان وإمغارن ديال قبيلة الجبالة. الندوة التي عرفت تكريم الدكتور الراحل الحسين الإدريسي استحضرت بعض جوانب الشخصية الكاريزمية للمجاهد.